اليوم من احد الورشات اللي مختصه في اعداد حلويات العيد. نشوفوا اخر نهار في رمضان باش نشوفوا الطلبيات، باش نشوفوا اليوم شنيه الحلويات اللي يقبل عليها القسريني اليوم بمناسبه عيد الفطر المبارك. ان شاء الله عيد مبروك على كافه الامه الاسلاميه وعلى كافه العائلات في القسرين في تونس وفي كامل تراب الجمهوريه. مع الخاله ربيعه باش تكون معنا نقطه مباشره مع الخاله ربيعه ومتابعه لما تعدوا خالتي ربيعه وما تحضروا خالتي ربيعه من نهار الاول من انطلاق شهر رمضان الى حدود اليوم اخر نهار في شهر رمضان. خاله ربيعه اجواء العيد، اجواء الحلويات، شفنا اجواء رمضان معاها، اليوم باش نشوفوا اجواء عيد الفطر المبارك مع الخاله ربيعه من ورشتها الصغيره هذه اللي تنطلق خالتي ربيعه منذ صباح الباكر في اعداد اطباق وحلويات العيد اللي مختلفه من الحلويات التقليديه، من الحلويات العصريه، الحلويات البلوز، الحلويات بالفستق، اليوم الحلويات العربي اللي مازالت تحافظ عليها العائلات الكل بولايه القسرين، وما فماش دار في القسرين وما فماش دار قسرينيه ما تاخذش العيد وما تحضرش الحلويات العيد هذيا من البسكوي كما معناها المعهود واللي معناها تعرفوا الناس الكل انه هو الا بشكوت. وفما الغريبات بانواعها بجميع انواعها، فما غريبه الحمص، فما غريبه الدرع، فما الغريبه البيضه، فما المعمول من الحلويات التقليديه، فما المقروض اليوم نشوفه فما اقبال كبير اليوم على شراء المقروض، على الغريبه كما كنت نحكي بجميع انواعها، على البسكوي. هذه الورشه الصغيره اللي تحضر فيها خالتي ربيعه كافه الطلبيات لحرفائها ولحبابها واصحابها وتحضيراتها للعيد هذه والمناسبه هذه اللي عندها جو خاص في ولايه القسرين وخاصه في دار خالتي ربيعه. هذه الدار هذه والاجواء هذه باش توصف اجواء كافه المنازل القسرينيه واجواء الديار القسرينيه الكل في ولايه القسرين. نرافقوا خالتي ربيعه من الورشه نتاعها هذه. هذه مراه جت البارح، هو البارح نسخروا عيد احنا وظهر مش عيد، وجتني على غايه الحمص ومسافره وفت هي غايه الحمص، وليت خديت بخطرك الصباح مش عيد، مشيت وليت عجنت لها وحضرت لها غايه الحمص، وزاد جاني واحد من فريان يحب على كوكيز بالمسطوره، ولد مريض ما ياكل كان مسطوره، وليت هات حضرت الكليب نتاع المسطوره باش زيد نخدم الكوكيز بالشوكولاته. هذه الاستعدادات اي واحد يشتي حاجه ما خلياش في قلبي. الاخر لحظه الخاله ربيعه تقوم باعداد معناها طلبيات الحرفه نتاعها وطلبيات الناس وجيرانها وحبيبها وقاربها وليديتها، والكل تحضر خالتي ربيعه حلويات العيد مختلف انواعها وبتشكيلات متنوعه مختلفه. باش نرافقوا الخاله ربيعه باش نشوفوا الحلويات اللي تم اعدادها للمناسبه هذه، ونشوفوا اللمسات الجديده نتاع خالتي ربيعه في بعض الحلويات العيد وفي بعض الحلويات الرمضانيه ايضا في سهرات رمضان. نفس الحلويات تقريبا فما طلب كيما في سهريات رمضان كيما في العيد، نشوفوا اليوم حلويات متنوعه وتشكيله نتاع حلويات مختلفه، نشوفوا حلو فاريي، نشوفوا حلو اللوز، اليوم نشوفوا كعك الورقه، نشوفوا البقليوه، البقليوه اليوم فيها لمسه جديده. باش نرجع لك خالتي ربيعه، اللمسه جديده، فما البقليوه العاديه بتاع الفيكيا، فما البقليوه اليوم بزقوق، فما سابلي اليوم بشوكولا، فما الجريوش اليوم الجريوش اللي نعرفوها ان هي معناها تكون صفرة اللون نتاعها بالفرينه، اليوم جريوش جديده بالخروب، فما البسكوي هذا اللي ما يغيبش على كل دار كما كنت نحكي على كل دار قسرينيه ما يغيبش البسكوي هذا. هذه حلويات اللوز، هذه حلويات اللوز ايضا البقليوه، هذوكم بكويت معناها تحضرها الخاله ربيعه بمناسبه العيد باش معناها بعد عمليه فما تزاور في المناسبه هذه، فما اللي يمشوا لاقاربهم تمشي لجيرانها لحبيبها، فما تبادل الاطباق بالمناسبه هذه. اكيد الاجواء الكلها باش نشوفها مع الخاله ربيعه بعد هذه المقروض بالمستور اللي هم يبدو مرضى يبدو يحبوا المقروض بالمستور. هذه المرضى بالمالادي سيلياك، فما اللي ياكلوا سانغلوتين اليوم، فما مقروض بالمستوره، فما مقروض بالخروب، فما انواع الغريبات كما كنا نحكوا، فما الغريبات، فما الغريبه البيضه هذه بجلجلين، فما المعمول اليوم المعمول بالتمر اللي معروف انه هو معمول بالتمر اليوم الخاله ربيعه بالتمر وباللوز، واللي فما المعمول اليوم بالفستق وهذه بالتمر واللوز. بالتمر واللوز، هذه الزوزه اللي معروف معناها من الحلويات التقليديه اللي نحافظوا عليها في ولايه القسرين. خالتي ربيعه اجواء العيد معاك نشوفوها في النقطه الخارجيه المباشره، هذه اجواء العيد غدوه ان شاء الله العيد الفطر، ان شاء الله عيد مبروك على الجميع، ان شاء الله كل امه عربيه ان شاء الله ربي يوفقها ويوفق وربي ينصر غزه
وربي ان شاء الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويهدي ابنانا واهلنا وعشيرتنا وجيراننا يا ربي، واللي يشاهد فينا واللي يسمع فينا. وهذيك هي، والدنيا لازم الانسان يعمل فيها كان الباهي ويزور اقاربه ويزور اهله ويزور مليه. بالنسبه لنهار العيد شنو خالتي ربيعه منك انت باش نعرفوا العيد في كل دار قصرينيه وفي القصرين الكل؟ نهار العيد الفول الساعه الصباح نطيبوه ونفرقوا على الجيران ونفرقوا الصديقات نتاع حلو للي خدم واللي ما خدمش واللي عنده واللي ما عندوش واللي عنده الايتام ومن، وبعد تالي واللي يجي للدار يلقى الحلو يلقى العصير يلقى القهوه الطايبه في طرموس سخونه. نعملوا له شويه برفان نفرحوا باللي يجي، نعدوا الصباح كليك هذا داخل هذا خارج ساعه. انا راجلي فاميلتو يجوا ولاد خوه وفاميلتو كل يجوا يعيدوا عليه الصباح، والعشيه العبد يمشي هو يزور اللي ما زاروش ولا نروح الفريانه لاهلي غادي نطلع عليهم ونزل كان اللي يكتب من ربي وكاو. فما استعدادات كيما نستعدوا لشهر رمضان، اكيد حتى عيد الفطر المبارك حتى هو معناها مناسبه تستعد لها كل عائله في ولايه القصرين. منك انت نعرفوا الاستعدادات شنو هي خالتي ربيعه، شنو نحضروا في ولايه القصرين، شنو نعملوا في ولايه القصرين؟ ساعه الحلوه راهو ما يغباش على دار اللي عنده ولا ما عندوش، الناس كلية تعمل الحلو واللي ما يعملش يعني يشري، خاطر ثم الواحد ما يوجدش مثلا جميع الملتزمات تاع يشري. وهنا نرضوا احنا كل انسان يجي على حاجه ما قرجش واحد غضبان وما شراش الحلو كي يبدا على التعب نتاعي. والله بنتي ضربت عرق فيا ونقول لها ما يسالش حتى شيء، عندي اجره وعندي اجره ما يسالش والله. ونرقد من المغرب ونقوم من نص من الساعه